مع بداية تطور العالم، أصبح التعليم بحاجة إلى شيء يواكب هذه التطورات، وقد أصبحنا الآن في عهد التكنولوجيا، ومن الجدير بنا إدخال التكنولوجيا إلى التعليم، وقد قام المجلس الأعلى بعام 2012 بإدخال الحقيبة الإلكترونية إلى المدارس، ومع بداية كل مشروع هناك عقبات تواجهه في طريق نجاحه. والآن معنا رائدة من رواد التعليم الإلكتروني الأستاذة هبة. أهلا أستاذة هبة. أهلا بك حبيبتي. ما رأيك في استخدام الحقيبة الإلكترونية؟ هو فكرة رائعة ومشروع رائع، يعني تحقيقه كان جدا مفيد لطلاب أول شيء الشعب القطري ولكل طلاب العالم اللي استخدموا هاي الفكرة. هي أصلا أول شيء لتحقيق رؤية قطر في استخدام التكنولوجيا في التعليم في 2030، سنة 2030. ثاني شيء هي مواكبة الجيل الجديد والعصر الحالي، سواء اللي هو المجتمع الغربي الخارجي أو المجتمع المحلي العربي، لارتقاء مستوى الطلاب للتكنولوجيا المعاصرة. وهل تعتقدي أنه سوف يغنينا عن الكتب؟ طبعا لا، لأنه الكتاب له أسلوبه الخاص في التدريس، والتابلت أو الحقيبة الإلكترونية لها أسلوب خاص في التدريس، وبيعتمد طبعا على تقبل الطالب للموضوع. في طلاب ممكن يمسكوا الكتاب محتاجين أنهم يمسكوا ورقة وقلم ويحلوا بإيدهم، في ناس بيكتفوا بمشاهدة التابلت والعمل عليه. ثانيا أنه التابلت أو الجهاز الحقيبة الإلكترونية ممكن يتعرض للخراب، وممكن تضيع عنه البيانات أو الداتا اللي موجودة فيه، طبعا الكتاب موجود ساعتها في حال وجود هذا العطل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل أنت مؤيدة أم معارضة لاستخدام الحقيبة الإلكترونية؟ أكيد أنا مؤيدة. ولماذا؟ لأنه يسهل لنا التواصل مع المدرسات حتى إن كنا في المنزل، ويساعدنا على الفهم ونحل اختبارات وواجبات جميعها في المنزل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل أنت مؤيدة أم معارضة لاستخدام الحقيبة الإلكترونية؟ أنا معارضة لاستخدام الحقيبة الإلكترونية. ولماذا؟ وذلك لأنه بعض الطلاب لا يملكون إنترنت في بيوتهم، ولأنني أواجه بعض الصعوبات في استخدامه. وما هي الصعوبات التي تواجهينها؟ أحياناً عندما أفتح التابلت هذا يأخذ وقتاً معي لكي يعمل، وأحياناً أيضاً يبعث الواجبات فارغة للمدرسات وأقع في المشاكل. ونحن الآن مع الأستاذة مريم العوضي، مديرة مدرسة زينب الإعدادية المستقلة للبنات، وهي أحد الأوائل المدارس في استخدام الحقيبة الإلكترونية. لماذا تبنيت مشروع الحقيبة الإلكترونية؟ مشروع الحقيبة الإلكترونية تبنيتها إيمانا مني بأهمية التعليم الإلكتروني الآن للاطلاع على العالمية والوصول بالطلبة إلى العالمية. بالفعل طلبتنا اطلاعهم وامتيازهم وتقديرهم للموضوع يخلينا بإذن الله نحقق فيما بعد الوصول إلى العالمية من خلالها في جميع المناهج الدراسية. ما هو المستوى الذي تحتله مدرسة زينب الإعدادية في مراحل تطوير الحقيبة الإلكترونية؟ مدرسة زينب بالكادر الموجود والطالبات تحتل المراكز الأولى الحمد لله في تصنيفنا في التعليم الإلكتروني. أصبحت لدينا مجموعة طالبات بالفعل على درجة عالية من الاتقان، معلمات على درجة عالية من استخدام التعليم الإلكتروني. لم نكتفي بالتعليم الإلكتروني فقط كجهاز كمبيوتر، ولكن أصبحت لكل طالبة في مدرسة زينب حقيبة تابلت تستخدمها في جميع المناهج، في جميع الأكتيفيتي اللي ممكن تصير بين المدرسة والطالب والمعلم. وفي نهاية هذا التقرير توصلنا إلى أنه يوجد سلبيات وإيجابيات لكل مشروع، وبعد أن بدأت دورة قطر خطو خطواتها الأولى والأساسية في تحقيق رؤية قطر 2030، ويتوقع المجتمع القطري المزيد من القفزات للوصول إلى قطر المستقبل. عهود أبو بكر من مدرسة زينب الإعدادية.